الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم كل الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. جايب لك النهاردة إشارة من الباب ال 12، نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة من الباب ال 12 وإزاي نقدر نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها بكلمة أو بكلمتين. سينيالي ديل فيكولي دي أبليكاري سو ألكوني فيكولي، علامة السرعة القصوى اللي بتلصق خلف أو على بعض العربات. ده إشارتنا النهاردة، العلامة دي من الباب ال 12. كونتروسينيو دي فولوجيتا ماسيما، كونتروسينيو دي فولوجيتا ماسيما إشارة للسرعة القصوى، أو سينيالي دي الفيكولي دي أبليكاتا سو ألكوني فيكولي. سينيالي دي فولوجيتا دي أبليكاتا أو أبليكاري سو ألكوني فيكولي، علامة بتلصق خلف بعض العربيات زي ما احنا شايفينها هي زي مثلا الأوتوبوس. إزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تيجي لك عليها؟ هنحلها النهاردة زي العادة بكلمتين وبس. كلمة ألكوني أو ألكون وكلمة فيكولي بس. ألكون يعني أي نوع أو أي صنف أو بعض الأصناف، فيكولي عربة. أي سؤال في ألكون أو ألكوني فيكولي تبقى فيكولي. طيب ندخل على الأسئلة ونجرب الكلمتين دهمت في حل الأسئلة ونشوف كده مدى فاعلية الكلمتين دول ألكوني وفيكولي. السؤال الأولاني الإشارة بتاعتي اهيت اللي هي سينيالي دي فولوجيتا ماسيما أبليكاتا سو ألكوني فيكولي. عايز كلمة ألكون اهيت فيرو، اتنين فيكولي فيرو، تلاتة ألكوني فيرو، أربعة دور بقى معايا على كلمة فيكولي أو ألكوني مش موجودة فالصو، خمسة فيكولي ألكوني مش موجودة فالصو، ستة فيكولي ألكوني مش موجودة فالصو، سبعة عفوا دور معايا على كلمة فيكولي أو كلمة ألكوني مش موجودة تبقى فالصو، تمانية نفس الحكاية دور معايا كده على كلمة من الكلمتين دولت مش موجودين أقول له فالصو، تسعة ندور مع بعض كده على كلمة من الكلمتين الاتنين دولت اللي هما ايه ألكوني فيكولي مش موجودة تبقى الإجابة فالصو. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلينا تسع أسئلة اللي هما ايه؟ اللي هما كل الأسئلة اللي ممكن تشوفهم أو يجولك على سينيالي دي فولوجيتا دي أبليكاري سو ألكوني فيكولي، علامة للسرعة القصوى اللي بتلصق على بعض العربيات. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمتين اتنين وبس، ألكوني فيكولي. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.